ولكن ما حدود حرم المدينة؟ بيّنه في الحديث الذي بعده: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير هو الجبل الذي بقرب ذي الحليفة، وثور جبل خلف أحد. فحرم المدينة شمالاً وجنوباً ما بين عير إلى ثور، شرقاً وغرباً ما بين لابتيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتيها. فما بين عين وثور نحو 12 ميلاً، فهي 12 في 12،